حياكم الله أحبتنا. مع تغير الفصول وتبدل الجو تزداد نسبة الإصابة بالأمراض الموسمية، خاصة تلك التي تصيب الجهاز التنفسي. وبما أن فصل الشتاء كما يقال على الأبواب، فقد بدأ الناس بعمل احتياطاتهم لحماية أنفسهم من الإصابة بنزلات البرد، خاصة وأن كثيرا من المتخصصين تحدثوا عن احتمالية تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا بمجرد حلول فصل الشتاء. مشاهدينا، وعلى الرغم من أن فكرة تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا لا تزال غير واضحة، فإن أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من نزلات البرد أصبح أمرا ضروريا في زمن انتشار فيروس كورونا، خاصة للأطفال ولأصحاب الأمراض المزمنة. راح نتكلم أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفتنا اليوم اللي نرحب فيها، الدكتورة مريم براك، طبيبة أطفال. صباح الورد دكتورة. صباح النور يا هلا، أهلا فيكم. حياك الله دكتورة. جهود كبيرة الحقيقة تقوم بها الجهات الحكومية بالتصدي لجائحة كورونا، لا سيما القطاع الصحي بكوادره المتميزة. خلينا نتعرف دكتورة على دور القطاع الصحي في التصدي لهذه الجائحة. أكيد، مثل ما أنتم شايفين يقوم القطاع الطبي بجميع مجالاته منذ بداية الجائحة اللي هي من شهر فبراير لحد الحين، سواء بالمستشفيات، المراكز الصحية، وأيضا المحاجر، يقوم بمجهود جبار. قامت بالبداية وزارة الصحة بعمل خطة استراتيجية للتصدي لفيروس كورونا المستجد من خلال نشر الحملات التوعوية اللي كانت ولا تزال قائمة لحد اليوم عن طرق انتقال الفيروس وطرق التصدي أو طرق الوقاية من فيروس كوفيد المستجد. كما قامت أيضا بعمل تقسيمنا إلى فرق الأطباء طبعا والعاملين في المجال الصحي، تقسيمنا إلى فرق صغيرة للتصدي لانتشار فيروس كوفيد 19 من ضمن الطاقم الطبي. كما قامت أيضا بعمل مسحات، إذا تذكرون من بداية شهر 2 للقادمين من الخارج، وأيضا مسحات اللي قامت في الإجلاء البري والإجلاء الجوي، ولا تزال المسحات تقام بشكل يومي للمخالطين واللي تظهر عليهم الأعراض، أعراض فيروس كوفيد 19. ومن خلالها يتم فرز المرضى، هناك مرضى يحتاجون دخول مستشفى أو مرضى يحتاجون عزل منزلي أو المحاجر. وأيضا آخر حملة قامت فيها وزارة الصحة اللي هي حملة التطعيمات ضد الأمراض أو الأمراض المعدية الخاصة في فصل الشتاء. نعم. هذه كلها جهود طبعا جبارة يعني من بداية. نعم. الأزمة لحد الحين. نعم أكيد تشكرون عليها يعني وعلى جهودكم. نعم. دكتورة، كيف تصفين الوضع الوبائي حاليا وما أبرز مخاوف القطاع الصحي خصوصا ونحن نقترب من فصل الشتاء؟ الوضع الوبائي الآن حسب الأرقام اللي قاعدين نشوفها كل يوم على حسب أعداد المصابين في فيروس كوفيد 19 وأعداد المرضى الشاغلين لسرة العناية المركزة. نعم. وأعداد الوفيات في ازدياد كل يوم منذ بداية المرحلة الرابعة، ونشوف الأرقام طبعا بشكل كبير بازدياد منذ بداية الأزمة لحد الحين. شنو اللي نخاف منه خاصة إن مبلشين فصل الشتاء الحين؟ طبعا الحين فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، احنا خايفين منه ان هناك فيروسات اخرى خاصة لي او امراض اخرى خاصة في فصل الشتاء. مثل ما انتم عارفين ان فيروس كوفيد 19 هو فيروس جديد، اعراضه لحد الحين ليومك هذا قاعدين نكتشف اعراض جديدة مختلفة. فبالتالي اي مختلفة، كل يوم يظهر عارض جديد، كل يوم تظهر مضاعفات جديدة. فبالتالي إذا ما نعرف إذا الإنسان أصيب في فيروس الإنفلونزا وكان في فيروس كوفيد 19، ما هو تأثيره على الجهاز التنفسي؟ هل راح يزيد لا سمح الله من شدة الأعراض، من شدة المضاعفات، ممكن يحتاج إلى دخول عناية أو جهاز تنفسي، أو ممكن لا سمح الله يؤدي فيه إلى الوفاة؟ فبالتالي هذه أبرز المخاوف اللي خايفين منها الحين. دكتورة، وزارة الصحة أطلقت مؤخرا حملة توعوية حول تطعيم الإنفلونزا الموسمية، ما أهمية أخذ هذا التطعيم في هذا الوقت للكبار والأطفال أيضا؟
أهميته هذا أكثر سنة طبعاً إحنا نشجع ونشجع الناس يأخذون كبار وصغار. ليش؟ لوجود فيروس كوفيد 19. مثل ما ذكرت بالنقطة اللي طافت أن إحنا في صدد فيروس غير معروف، ما ندري إذا نصاب بالإنفلونزا لا سمح الله وأصيب أيضا في فيروس كوفيد 19، شنو هي تأثيره على الجسم الإنسان أو الجهاز التنفسي وغيره من الأعضاء الثانية. ليش إحنا أيضا يعني في نقطة ثانية نشدد فيها، أن الحين في هناك موجة ثانية، هناك موسم شتائي، الأسرة شبه مليانة، العناية المركزة الأرقام في تزايد، عشان الأطباء أيضا نحد شوي من شغل الأسرة وزيارة المستشفى طبعا للصغار وللكبار وللحوامل وغيرها. نعم نعم دكتورة، طبعا بإمكان كبار السن ملاحظة ظهور أعراض فيروس كورونا، وهذا الشيء يصعب عند الأطفال، يعني صعب على الأطفال، فشنو أهم الأعراض اللي يجب على أولياء الأمور ملاحظتها للتأكد من عدم إصابة أطفالهم؟ الأعراض إذا كان الطفل صغير رضيع ما يشتكي، ممكن تلاحظ الأم أو الأهل الحرارة، الخمول، قلة في الرضاعة، أعراض الجهاز الهضمي مثل الترجيع أو تكرمون الإسهال، أعراض الجهاز التنفسي، الكحة، الرشح. الأطفال الأكبر سنة ممكن ضيق في النفس، سرعة في النفس، آلام في الصدر، آلام في البطن أو الصداع، أو آلام في المفاصل، وظهرت أيضا ظهور الطفح الجلدي، هذا شيء في الآونة الأخيرة ظهر. وغيرها يعني. في فصل الشتاء، يعني هذا الشق الأول من السؤال، كيف من ممكن أن ينتقل فيروس كورونا؟ هل هو واحد ولا ممكن أن يختلف من فصل إلى فصل؟ بالإضافة إلى طرق الوقاية اللي يجب اتباعها لتجنب الإصابة، وإحنا الآن معنيين في الحديث عن الأطفال وكذلك كبار السن. هو نفس الشيء، أطفال وكبار ينتقل مثل ما سبق بالحملات التوعوية اللي فاتت، ينتقل عن طريق الرذاذ من الشخص المصاب للشخص السليم. عشان كذي احنا نركز على ترك مسافة بينك وبين أي شخص. احنا نعتبر كل الأشخاص الحين مصابين، عامل الناس كأشخاص مصابين جميعا، فبالتالي نترك مسافة مع لبس الماسك. في ناس تقول لك أنا ألبس ماسك فبالتالي ما راح يعرضني للإصابة، ولكن لبس الماسك لا يغنيني عن الإصابة. لبس الماسك، ترك المسافة أقل شيء متر. نشوف الحين في المجمعات صارت أماكن مغلقة وأماكن زحمة، طبعا أكيد هذه بيئة تساعد في انتشار سريع لفيروس كوفيد 19. نشوف الأطفال أكيد الحين قاموا يروحون المجمعات، يروحون الجمعيات. إحنا كما قلنا في بداية الحملات التوعوية، الأطفال مكانهم منازلهم، ما يطلعون إلا للضرورة. نعم. احنا اكيد احنا ردينا يمكن تدريجيا للوضع الطبيعي، ولكن لا يعني اختفاء فيروس كورونا. نعم. فبالتالي مثل ما ذكرت في سؤالك، شلون ينتقل؟ عن طريق الرذاذ، عن طريق ملامسه الاسطح الملوثه. فبالتالي نغسل ايدينا، طرق الوقايه سهله وبسيطه، نغسل ايدينا لمده لا تقل عن 20 ثانيه بعد ملامسه الاسطح الملوثه، لبس الماسك في الاماكن العامه واماكن اللي تحتاج، او اذا لا سمح الله شكيت في انسان شخص في أعراض كوفيد 19، أيضا ترك المسافة، المحافظة على الجسد الصحي، الغذاء السليم، الرياضة، أخذ الأدوية اللي إذا لا سمح الله في ناس عندهم أمراض مزمنة، فما أوقف الأدوية إلا باستشارة الطبيب، أخذ التطعيمات اللي مدرجة في جدول التطعيمات اللي خاصة في كل طفل. نعم دكتورة، يعني مثل ما يقولون حضرتك أو كمنظومة صحية، أنتم الأطباء في ساحة المعركة وتشوفون يوميا المشاكل طبعا الناجمة عن الإصابة في بفيروس كوفيد 19. شفنا بعض التهاون في اتباع الإجراءات الوقائية، وهالشيء شكل عبء عليكم كطاقم طبي. شلون وعي المجتمع بأن الخطر ما زال قائم من خبرتك واللي تشوفينه يوميا؟
شلون نوعيهم؟ اكيد بالارقام اللي قاعده تحطها وزاره الصحه. نعم. بكل شفافيه اعداد الاصابات. احنا نقوم يعني في اليوم تقريبا 5 إلى 6 آلاف مسحه. ليش؟ للناس المشتبه فيهم اصابتهم في كوفيد 19 او المخالطين، فهذه اعداد مو هينه بالنسبه للتعداد السكاني في الكويت. ايضا نعم. الاعداد اللي المصابه اللي الاعداد الاسره في العنايه المركزه واعداد الوفيات. نفس ما قلت العودة للحياة الطبيعية لا تعني اختفاء الفيروس. التهاون نشوفه، التهاون نشوفه في كل مكان الحين، يعني المناسبات للأسف. نعم. إيه للأسف المناسبات ردت، الزوارات ردت، حتى الناس إذا بتطلع يعني تشوفين الكبار عادة هم أكثر يخافون على نفسهم يلبسون الكمامة، لكن الصغار تشوفينهم يشاركون. يعني إذا رحتي بحر أو رحتي حديقة أو شيء تشوفين الأهل عازلين روحهم والأطفال من عائلة ثانية قاعدين يلعبون مع بعض، وهذا أكبر خطأ. يخالطون الآخرين، يخالطون تلاقي الأطفال قاعد يخالطون أطفال آخرين، وكأن المرض فقط كأن الفيروس لا ما راح يصيب الأطفال ما راح يصيب الكبار. قبل لا نختم دكتورة مريم براك، هناك تحذيرات من حدوث موجة ثانية للفيروس، أهم التوصيات الواردة من منظمة الصحة العالمية للتعامل مع الفيروس؟ نفس ما قلت لك الالتزام بلبس الكمام، التباعد الاجتماعي، غسل اليدين، الغذاء الصحي، الرياضة، أخذ التطعيمات الموسمية، والحين الحملة اللي بلشت من بداية شهر أكتوبر لأخذ التطعيمات الموسمية هي إن شاء الله بعون الله كافية للحد من نشر العدوى وللحد من زيادة انتشار هذا الفيروس. نعم نعم، هذه أهم التوصيات. شكرا شكرا لك ضيفتنا العزيزة الدكتورة مريم براك طبيب أطفال. والآن مشاهدينا راح ننتقل إلى الزميل نجيب القحطاني المتواجد في محطة كهرباء قسائم منطقة الوفرة، ولكن بعد هذا الفاصل.